وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعل الإخوان الحاضرين جميعا يعلمون من دلالة هذا الحديث وأمثاله مما هو ثابت في كتب السنة وصحيح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكحديث الأرباب بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت من القلوب وغرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والصبر والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فصير اختلافا كثيرا، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الأحاديث تؤكد ما أظنه أنكم تفهمونه وتعتقدونه، أن اتباع في الدين كله ضلال. وأعني في الدين لأن الاتباع المذموم هو خاص في الدين، وأما في أمور الدنيا فمنه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم حسب هذا المحدث، إذا كان عارض شرعا فهو مذموم، وإذا لم يعارض شرعا فهو على الأقل جائز. ومن أحسن ما ينقل في هذه المناسبة كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أنه وضع قاعدة هامة جدا استنبطها من تلك الأحاديث زائد من نصوص أخرى تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة أصولية. فقال رحمه الله: الأصل في الدين هو الامتناع إلا لنص، والأصل في الدنيا الجواز إلا لنص، فهو يعني كل محدث في الدين ممنوع، أما المحدث في الدنيا فهو مباح إلا إن عرض نصا كما ذكرنا. ثم مما ينبغي التنبيه عليه هو أن قوله عليه السلام: وإياكم ومحدثات الأمور، إنما يعني كل عبادة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون ضلالة، وإن كان في ظن كثير من الناس يحسبونها أنها حسنة. وبحق قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة.
ذلك لأن الاستحسان في الدين معناه أن هذا المستحسن قرن نفسه مع رب العالمين الذي ليس لأحد سواه أن يشرع إلا ما شاء الله عز وجل. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، لأنه ما يدري هذا المستحسن أن هذا الذي استحسنه بعقله وفكره فقط ولم يستمد ذلك من كتاب ربه أو من سنة نبيه، من أين له أن يعرف أن هذا أمر حسن؟ لهذا يجب أن يكون موقفنا جميعا من كل محتفة في الدين الامتناع عنها لما سبق ذكره من أحاديث صحيحة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.